سكر، ازيك يا حماده؟ فينك مختفي بقالك كام يوم؟ انا موجود اهو، انت اللي مشغوله. صراحه مشغوله جدا. بص، المحل واخد كل وقتي، والبنت رضوى ما بتعرفش تتصرف من غيري، كل يوم في مشكله. يا ربي زهقت بقى. لا الله يعينك. عملت ليه في موضوع ندى يا سكر؟ ما انا بقولك يا حماده، انا مشغوله طول الوقت يعني، بس اوعدك ان اقرب فرصه هتكلم معاها. توعديني ايه ونيله ايه؟ انت ما اتكلمتيش معاها اصلا. تفكراني عيل صغيره سكر هتضحكي عليها لغايه ما اتجوزيها؟ في ايه يا حماده؟ في ان الواد هو واهله جايين يخطبوا ناديه النهارده، وانت قاعده تسوفي وتاجلي في الموضوع. ايه، هتنصبي عليا انا كمان؟ هو انت بتهاك تليفون البت ناديه؟ اه، بس عيب عليك يا حماده على فكره، ما كانش ده العشم. ما تعصبيش نفسك قوي كده، من غير ما هاك تليفون ناديه الموضوع واضح زي الشمس. طباخين والسفرجيه، بكهات الورد اللي داخله وخارجه، غير زغاريد خالتي اللي قاعده ترن في ودني. هعمل ايه يا حماده؟ بس البت بتحبه. انت ما حاولتيش حتى يا سكر. مين قالك ما حاولتش؟ طب والله العظيم حاولت، بس انا عارفه انك انت حساس، ما رضيتش اصدمك بالحقيقه يعني. البت بتحبه يا حماده، بس انا لو عليا مش هلاقي حد احسن منك على فكره. انت لا خايفه على مشاعري ولا نيله، انت خايفه لا تهفف عقلي واروح اقول لامك واختك على اللي انت بتعمليه. انا بقى عايزاك تتهفف عقلك. روح يا حبيبي قول لهم، الباب اهو، يلا يا بابا روح قول لهم. انت فاكر ان هم يعني ما يعرفوش؟ امال العز اللي هم عايشينه ده منين؟ بس برضه ناديه مش هتحب. بص يا حماده، انا هعتبر الحوار اللي بينا ده ما حصلش، وان انت بتكلمني في لحظه زعل وكده علشان حساس. انا عارفه ان ناديه مش هتلاقي حد احسن مني، بس هعمل ايه يا حماده؟ نصيب. على العموم مبروك يا سكر، عقبالك يا رب.